السلام عليكم أعزائي المشاهدين، مرحبا بالجميع في قناتنا أشخبارنا في فيديو جديد. هذا هو أكبر مركز تجاري تم بناؤه على الإطلاق في العالم. تخيل عالما واسعا لدرجة أن الأمر سيستغرق أسبوعا لاستكشاف كل زاوية وركن. مرحبا بكم في دريم بلازا، أعجوبة تيتانيك المترامية الأطراف على ما يقرب من 200 فدان من الأراضي، أي ما يعادل مذهلة 110 ملاعب كرة القدم القياسية. ترتفع هذه التحفة المعمارية بشكل مهيب في قلب ووهان الصين كدليل على براعة الإنسان، وقد تم تصميمها باستثمار مذهل قدره 2 مليار على مدى 6 سنوات. الصعود 9 طوابق في السماء والخوض 4 مستويات عميقة تحت الأرض. دريم بلازا هو العملاق من البذخ التجزئة مع 8000 أماكن وقوف السيارات، 47 المصاعد السريعة، و196 السلالم المتحركة الخفقان، رعاة جهد من خلال متاهة والممرات. الراحة أمر بالغ الأهمية في جنة هذا المتسوق، لكنها ليست مجرد حجمها الهائل الذي يفتن. دريم بلازا هي مدينة فاضلة للترفيه والرفاهية، مصممة بدقة مع روح الترابط الأسري في جوهرها. واجهته المستقبلية التي تشبه ثمانية ذهبية عند النظر إليها من الأعلى تنضح بجو من الرقي والأناقة الطلعية. أراضيها الشاسعة هي موطن لمجموعة من البوتيكات، مطاعم الذواقة، دور السينما ومراكز الترفيه لإرضاء كل نزوة وخيال للشباب والشباب في القلب، حتى أن هناك منحدر تزلج داخلي ينتظرهم ويجذب حشودا من الزوار من كل ركن من أركان الكرة الأرضية. ينبض دريم بلازا بالطاقة ويرحب بأكثر من 200,000 زائر يومياً ويضم أرقام مبيعات سنوية ترتفع إلى المليارات. إنها شهادة على طموح الإنسان وإبداعه ومنارة مبهرة للتجارة والترفيه تجذب العالم ليرى روعته. إذا كان لديك أي وقت مضى فرصة، هل تأتي إلى هذا المركز التجاري لرحلة تسوق مبهجة؟